I was really interesting because it's something very special. I know every country has a special history, a special culture, but here I think it's really strong. And I think all around the world, Egypt is well known because of the pyramids, because of the kings. سألت إيه تاني زي شابيتو مختلف في مصر؟ قالت بما إن بابايا كان مدرس تاريخ، كان من وأنا صغيرة خالص بيمسك كتب الهيروغليفي وكان بيتفرج عليها، ودي حاجة كانت بتبهرني وبقعد أبص معاه في الكتاب. وكل بلد فيها حاجة مختلفة، إنما مصر اختلافها شديد وقوي بالنسبة للحضارة القديمة بتاعتها. ومصر أكيد بلد مش بس همني أنا، هم كل الناس في الكتاب.